بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطلاق المرحلة الأولى لمشروع إفطار الصائم لهذا العام بمشيئة الله تعالى في تاريخ 20 رمضان يوم الأحد إن شاء الله 20 رمضان في ساحة مسجد الجبلية. الدعوة إن شاء الله الدعوة عامة، وبارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القلب.